أستاذ الجيولوجيا التركيبية وعلم الزلازل في الجامعة الهاشمية الدكتور مصدوق التاج. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخير دكتور. حضرتك بتقول في المنطقة، في المنطقة وين يعني هذا الزلزال؟ المنطقة اللي اشتغلنا هي في غور الأردن، تحديدا في المناطق الشمالية بتمتد، خلينا نقول شمال غور الأردن، يشمل طبرية وحتى يمكن حد 20 كيلومتر شمال طبرية. هاي المنطقة كلياتها سموها سايزميك جاب، فجوة زلزالية. شو معنى فجوة زلزالية؟ انه في السابق او في الزمانات كانت معرضة لزلازل من فترة كبيرة جدا لم يحدث فيها اي زلزال، من 1000 سنة يمكن مثل ما حضرتك ذكرت. اخر زلزال حدث سنة 1300 ميلادي، يعني حوالي 1000 سنة. الف سنة هاي ما صار فيها زلازل، لكن قبل 1330 كانت منطقة زلزالية، كان يحدث فيها زلزال يعني مش فترة ثابتة، ممكن كان كل 250 سنة يحدث زلزال من طراز أبو السبعة، ويمكن 1500 سنة ما يصيرش فيها زلزال. لكن احنا راجعنا السجل الزلزالي اعتماد على شواهد جيولوجية والشوهات اللي تصير في صخور معينة في غور الأردن، ووجدنا آخر 14 ألف سنة انه في عند 12 زلزال من طراز أبو السبعة كانوا يصيروا. يا لطيف. من 1000 سنة نعم هذا موجود، محفوظ فيه رسوبيات يسموها اللسان ودامية، وعملنا عينات كربون 14 لو تحديد العمر لهاي. يعني الزلزال قادم بعد سنة، بعد 500 سنة، ما حد بعرف هيك تاريخ. بقول لي تاريخ، يعني بقول الماضي مفتاح حاضر. الماضي تاع المنطقة هي كانت منطقة زلزالية وكانت نشطة، لكن من فترة كبيرة جدا، أنا بحكي عن أبو السبعة. أبو الستة مثلا كل 100 سنة بصير، من 80 إلى 100 سنة في منطقة وردن، وهذا موثق. آخر زلزال صار 1927 سبعة. دكتور لا قدر الله، في حال ضرب زلزال 7-7.5 في المنطقة اللي حضرتك ذكرتها، أين سيصل؟ يعني بحيرة طبرية وما حولها المناطق المدن. شو عدد لي المدن اللي راح يصل لها إذا صار؟ مش مدن، إذا كان من 7 يعني يحفظ محيط دائرة تقريبا 100 إلى 150 كيلومتر عن مصر الزلزال، هي كلها راح تأثر كبير جدا. انت بتحكي يعني عن مدن وسط وشمال المملكه مثلا اذا بنحكي عن الاردن؟ طبعا احنا ليش بنحذر؟ لانه معظم المناطق اللي فيها الكثافه السكانيه مثلا عمان، اربد، الزرقاء، هاي كلها قريبه جدا، يعني كم المسافه مثلا بين الغور وعمان او اربد مسافه قليله، فراح يكون لا سمح الله تاثير عالي فيها. يا لطيف. طب دكتور شو المفروض احنا نعمل يعني؟ والله يعني الاستعدادات، يعني ربنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. يعني كل واحد بفكر، كل دائرة، كل مديرية، كل وزارة، إيش لا سمح الله، لا قدر الله، وصار زلزال، إيش اللي ممكن أعمله؟ هي من سبيل التوعية ومن سبيل الإجراءات الاحترازية، كل جهة تفكر شو ممكن عمله بحيث لا سمح الله تخفيف من الآثار المترتبة على زلزال مثل هذا. دكتور زلزال يعني مثل هذا، يعني أنت بتحكي عن تقريبا يعني مشابه لقنبلة ذرية تضرب، يعني إحنا ما رأيناه في صورة حرفية. زلزال أو إذا كان 7.5 أكثر بكثير، يعني زلزال تركيا هذا 7.8، 5 قنابل نووية ببعض. ما هي كانت 500 قنبلة ذرية من ساعة هيروشيما. أهلين. تخيل 500 فجرين في نقطة واحدة. تخيل حجم الكارثة التي ضربت. فنعم هي الاستعداد، يعني الناس كلها تعرف أن المنطقة الزلزالية عبر التاريخ كله. يعني الكلام اللي قاعدين نسمعه من بعض العلماء الزلازل إنه إحنا منطقتنا محمية وما في عنا زلازل، مش منطقة، مش دقيق هذا الكلام معناته. 100% 100% التاريخ بقول، يعني الدراسات موجودة، في بحث موجود سنة 2011 ومنشور في مجلة أمريكية محترمة جدا، والتشوهات كلها موثقة بالتاريخ والأعمار، فهي موجودة. ويعني فرق باش شعبنا ذكي جدا وواعي جدا، بيعرف انه عبر تاريخية منطقة زلزالية. المؤرخين العرب موجود، يعني باخر زلزالية مثلا اذكر لك وموثقات بالوثائق، زلزال 749 ميلادي، هذا في نهاية العهد الأموي والعباسي، ارجع وشوف قديش في كتابات عنه. زلزال 1330 العصر الفاطمي، 1330 هذا آخر واحد اللي صار، وفي يقروا عنه، يعني مش أنا بجيب من عندي، موجود في الوثائق التاريخية، والدمار اللي عمله، كمية الدمار بالشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب. فيبقى بس آخر زلزالين هذول، المسافة بين الفترة الزمنية 250 سنة بالضبط، 284 اللي هو 749 ميلادي والسنة 1330. هذول الدمار اللي عملوا مش من طراز أبو الخمسة والستة وحرك ثريا وبرداية، لا، كان في دمار كبير جدا، مدن كبيرة تهدمت. طبعاً. لك شغل ثاني، حتى المسجد الأقصى تم تهديمه، 4 مآذن تهدمت، لكن كان في رجال عادوا بناءه بأحسن من ما كان. أنت متى تتوقع الزلزال هذا دكتور؟ يعني هي بقول لك من التاريخ، إحنا واحد يتعلم من التاريخ، يعني نقول الزلزال جاي لكن علمه عند ربي، إحنا نكون مستعدين أقصى ما يمكن عندنا، يعني بأمور زي هاي. طيب
يعني أرجو أن تصل الرسالة هذه لأذن المسؤولين والناس يعني، والاستعداد مطلوب. كيف الاستعداد؟ والله بدها صفنة شوي. أنا وبيت كذا أنا بحذر بالجهات الثانية يعني سوف الأمور هذا، إنه حتى مش أبو الستة اللي بتكرر التاريخ بقول لي زلزال من أبو الستة كل 80 إلى 100 سنة عمار بتكرر. آخر واحد 1927 من الآن 2023 طيب. بحكي معدل على الفكرة، مديش أنا هذا هي معدل، قد ممكن زي ما حكيت لك 250 سنة يصير زلزال، ممكن 1500 سنة ما يصير زلزال. صح صح، يعني مش الآن. فهي كلها الحذر مستمر يعني، مش اليوم بكرة بعد 10 سنين دائما كل واحد حذر ومثل اختيارات سعيدة. كل الاحترام للدكتور مصدوق التاج أستاذ الجيولوجيا التركيبية وعلم الزلازل في الجامعة الهاشمية. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. حياكم الله يعطيك. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعه يا مزاج.